معالي الوزير اشرف صبحي، اهلا بيك معانا في نجوم السماء ومنورنا. مستعد لمغنيتنا النهارده؟ اكيد مستعدين. مستعد يا مصطفى؟ اه ان شاء الله. مستعد يا ياسمين؟ هي كانت عايزه تعمل ده اكتر من مره وانا اقول لها طب بعدين لغايه لما جبتهم معايا بقى. عملتوا مغامرات قبل كده انتوا الثلاثه مع بعض؟ لا يعني غطس احيانا، سنوركلينج. سنوركلينج بس ده اقصى حاجه عملناها فعلا. ليه سنوركلينج بس؟ طب سياده الوزير، حضرتك اول ما قررت النهارده تجيب ولادك معاك ويعملوا المغامره دي، ده تشجيع للشباب ولا كنت عايز تبين للناس ايه وانت ولادك معاك النهارده بيعملوا حاجه حلوه زي دي؟ تشجيع على الموضوع عشان يعني الموضوع ده يكون في مصر منتشر، و يعني مصر فيها مشاريع ومشاريع بتظهر كتيره جدا. اعتقد سكاي دايفنج كمان واحده من المشاريع دي، وان يعني كمسؤولين نبقى نموذج ونشجع. بيني وبينكم كده من غير ما معالي الوزير ما يسمعنا، اخر مغامره عملتها من غير ما باباكي يعرف عنها حاجه؟ مغامره؟ اه حاجه في المداري كده. لا ما فيش والله. متاكد؟ لا لا رايح حته اصلا، لو رايح حته اخاف حاجه تحصل، ضميري هيأنبني عشان لو حاجه حصلت هضطر اكلم حد فيهم، فليه ريسك الموضوع؟ اكلم اقول من الاول انا رايح اعمل كذا وخلاص. برافو والله، ونعمة تربية مع الوزير. ياسمين برضو نفس السؤال. نفس الحاجه برضو، يعني مش بحس ان محتاجه اخبي حاجه، يعني بقول هي مامتهم كمان ليها دور كبير. يعني من ياسمين اتولدت وانا بدرس في كندا يعني، وعشت شويه كده في طفولتها، وكانوا معايا وانا بشتغل يعني بره مصر، فيعني هو المناخ نفسه كده يعني نتكلم، ومامتهم كانت بتتكلم معاهم كتير يعني انا وقتي دايما من زمان يعني بشتغل كتير، فالحوار والصداقه موجوده يعني في البيت يعني. طيب احنا معالي الوزير خلصنا اسئلتنا دلوقتي، بس شايفين روح المغامر لسه قدامنا على الحسابات كده، ما طلعتش الكام في الميه؟ عشان مش هتظهر الا هناك. اول ما احنا لازم تاخد تاشيره المغامر انت والاولاد عشان تطلعوا الطياره، فعشان تاخدوها لازم نتاكد من ثباتكم الانفعالي، عشان نتاكد في في ار تيست ده من خلاله هنشوف قد ايه انتوا تقدروا تعملوا مغامره النهارده. حلو، جاهزين الفي ار تيست؟ يلا بينا معالي الوزير. يلا بينا ياسمين، يلا بينا على الفي ار تيست. انا احس ان هو على وشي. جبال لو زقتك كده هيحصل حاجه. هتقع. امسكك يعني لو هتقع. حاسس ان انا هخبط في حاجه. مفيش اي رياكشن، معانا مغامر صامت ما بيعبرش عن اي انفعالات. خلصت خلاص. برافو ياسمين. في جبل مشهور جدا في مصر موجود في سيناء، اسمه جبل ايه؟ جبل سانت كاترين. الله، يلا ندوس. جوه الدايره ياسمين، جوه الدايره. برافو. ما دخلتش فيه. يا لهوي. هي اصلا بتدوخ. هتخاف على مين اكتر في الجو يا معالي الوزير، مصطفى ولا ياسمين؟ طب بيني وبينك يعني مش هقول لهم، يعني بخاف على نفسي. ما عداش جوه الدايره. الدايره اللي عند الحجر ده. ايوه ايوه. فين دايره؟ في دايره واحد. هي دي اللي صعبه. ثالث واحده. لوكس تاكس الثانيه بوبي دم. شكرا شكرا. بعد الفي ار تيست اثبتوا انكم عائله مغامره جدا بنسبه 90%، وده بيديكوا لقب مغامر مش سهل خالص، وجاهزين للطياره. بس قبل ما نطلع مع الوزير للطياره هنسجل فويس نوت، احنا مش هنسمعها الا بعد ما تخلصوا مغامرتنا ان شاء الله. طلع الموبايل وسجلوا فويس نوت الثلاثه. انا طبعا نجوم السماء.